وإلى صحيفة أحوال التركية التي قالت في تقرير أنه بعد إعلان المسؤولين الأتراك في مناسبات كثيرة أن بلادهم لن تلتزم بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وذلك في نبرة لا تخلو من التحدي لواشنطن، أعربت تركيا بالأمس عن أملها في أن تمدد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من العقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة بالاستمرار في شراء النفط الإيراني على الرغم من التوتر بين الشريكين في حلف شمال الأطلسي على جبهات عدة. وكانت الولايات المتحدة قد منحت إعفاءات لمدة 6 أشهر لثماني دول، هي الصين، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، ينتهي أجلها في 2 مايو.